انت بتكلمني على الشقاره الافارقه، بس بيبقى بنيانهم الجسماني قوي شويه مختلف عننا عضليا بطبيعه الحال، درجه الحراره المرتفعه، الطبيعه الجغرافيه المختلفه بتديهم شويه نوع من انواع القوه العضليه الزايده عننا شويه يعني. لكن احنا عندنا حته مهاره الالعاب الفرديه وتحديدا الملاكمه والمصارعه، فينا جينات كده مختلفه، فينا جينات فيها تفوق وفيها نوع من انواع التميز شويه كده. توافقنا الراي في الموضوع ده ولا لا؟ انا اوافقك طبعا مليون في الميه. احنا يعني بالذات في العامل بتاع افريقيا ده، هم جيناتهم وجسمهم غريب يعني. انا اللاعب بيبقى في ميزاني وادي مره تاني يعني، مثلا بيبقى انا دراعي اهو، بس هو بيبقى دراعه قد دماغي زي ما تعرفش يعني. بيبقى عندهم عنصر القوه سبحان الله، طبيعه الجو وطبيعه جسمهم كده. كان الماتش ده كان طبعا كان هو على التاهيل، اكون او لا اكون. الماتش ده كان من اصعب مباريات اللي انا لعبتها في حياتي طبعا. الجوله الاولى كنت انا خسرتها. الدنيا طبعا لما انت تبقى في ماتش تاهيل واول جوله خسران، الدنيا خلاص بقى هتبلك معاك. دخلت الجوله الثانيه. مين المدير الفني بقى بتاعك؟ كان الخبير الكوبي معايا، خبير كوبي اوليسس، والمدير الفني كابتن سعيد. قال لك ايه؟ عايز اعرف دي النقطه بقى الفيصليه. انا بعيدا عن فنيا هقعد اتكلم فنيا، هو خلاص معمل لك معسكرات وتدريبات اللي انت عايزه. لكن في اللحظه دي مش عايز فني، انا عايز حد يعمل لي ريفريش كده لعقلي، يعمل لي مره تانية كده اعاده ترتيب لاوراقي، ونفسيا ياهلني في ان انا انزل اكني مفيش حاجه. اتكلم معاك في ايه؟ قال لك ايه؟ هو طبعا بين الجوله والجوله قال لي عرابي انت خسران الجوله الاولى دي، لازم تعوض في الجوله الثانيه، لازم تهاجم. الحلم لو ما كسبتش الجوله الجايه دي هتبقى ممكن الماتش يضيع منا، والحلم اللي انت بتحلم بيه ده حلم الاولمبيات يضيع. شكرا على كده. فالحمد لله بتوفيق ربنا دخلت الجوله الثانيه كسبتها، بقت جوله وجوله. الثالثه بقى دي كانت تفتكر كسبتها كام؟ 5-2. هو كسبني اول جوله 3-2، انا كسبتها 5-2 الثانيه. الثالثه برضو كان فارق بقى ما بينه وبينه ده يعني. حتى المعلق اللي كان بيعلق على المباراه الاجنبي كان يعني بيضحك ومبهور من كتر الضرب اللي كانت في المباراه مني ومن اللاعب الغاني. كانت جوله ومباراه فيها كميه لكمات وضرب قوي، كان يعني مباراة شرسة فعلا زي ما بيقولوا. الحمد لله ماتش المباراة خلص الجولة الثالثة بقى كام بقى؟ خلصت يعني جولتين لجولة 3-2. انا اخدت اتنين واخد واحدة. لا انت اقصد البولة دي نفسها خلصت كام؟ 3-2 برضو. 3-2 يعني 3-2 5-2 3-2 كسبتها طبعا بقى لما رفعوا ايدي بقى، انا قلت الله فجرت. اكبر دي فكانت طالعه مني بتاع في سنين فاتوا يعني. مش هنسى اللحظه دي، اللحظه دي من اللحظات اللي عمري ما انساها يعني. اللحظه دي اللي الحمد لله اهلتني لطوكيو. وفعلا قبل البطوله دي انا شفت حاجات كتير صعبه يعني. ايديا كانت فيها مشكله قبل السفر باسبوع، كانت فيها اصابه اخدت حقنتين كورتيزون هنا وحقنه كورتيزون هنا، ثلاث حقن كورتيزون عشان اقدر العب. كنت تعبان بجد يعني. كان هيبقى صعب التأهيل قبل البطولة، فأنت كنت مضطر إن تاخد كنت مضطر يعني. آخد الحقن دي عشان أقدر ألعب كده، وكنت بلعب يعني. وطبعًا الحقن دي عملت مشاكل معايا في الوزن، في معدتي وكده وفي الوزن، كانت مقفلة معايا، وكانت صعبة 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 قبل التأهيل. أنت دايمًا وأبدًا كده يعني من وسط كده الصعاب بيبقى في رحمات كده، جات لك الفرصة مسكت فيها برغم كل الصعاب اللي انت قابلتها دي، كان عندك الامل وعندك الاصرار. سبحان الله يعني. وخلاص يعني ورقه وقلم، لا عرابي مش هيتاهل. عرابي ايده بايظه، عرابي تعبان، عرابي مش عارف ايه، عرابي كبر. ما في ناس برضو بتبص كده. والحمد لله انا رحت يعني ظهرت بمستوى فورمه الحمد لله كويسه جدا، وجبت اول افريقيا وتأهلت لطوكيو.